والرأي ديالي الصراحه فحال جميع المغاربه راه متاثرين بزاف بهذه الخساره هذه وما كناش متوقعينا، ولكن ما خصناش نعطيو هذا المنتخب، يعني كنا نتوقعوا منه شي حاجه اكثر من هيدا. اللاعبين باقيين صغارين، بالعكس حنا قلنا في البطوله راه كنا كنقولوا في الدور اللي غادي نتقصاو، بحال نقولوا عشنا واحد الحلم مزيون، جوزنا واحد 15 يوم ولا 3 سيمانات عشنا مع المنتخب وفرحونا شويه. مسؤوليه ديال الاقصاء مسؤوليه، انا ما نكذبش عليك ما نقدر نحملها حتى شي واحد، بالعكس انا كنحيي جميع اللاعبين عملوا لي في الجهد ديالهم. المصريين غلبونا بالتجربه اللي عندهم، صافي حنا ديك التجربه اللي هي اللي ناقصانا. المصريين واخا كيكونوا مقتولين ويكونوا في اسوء الحالات ديالهم كيوصلوا نصف النهايه كيوصلوا النهائيات، المنتخب الوحيد اللي كيدي كاس افريقيا عند افريكانوس، ما عمره شي منتخب عربي دا شي كوبا افريقيا في وسط افريقيا من غير مصر. يعني كنحييهم المصريين، كنتمنى لهم يدوا هذا اللقب ان شاء الله. المدرب هو اللي كيتحمل المسؤوليه، بوفال ما كانش خصو يخرج، وزياش علاش ما جابوش؟ ياو ظهر المكان ديالو دابا واضح، ومزراوي وما لعبناش بالجرينتا بحال اللي لعبوا المصريين، والمصريين لعبوا الكره ويسهلوا يغلبوا. صافي اخي، الراي ديالي في هذه الهزيمه هو ان المنتخب ضعيف بزاف، ومسؤوليه كترجع خاليلوفيتش ومصطفى حجي اللي ما خلاوش يجي زياش، على زياش كان عنده الدور كبير في المنتخب، وهذا ما نقول. المدرب اول حاجه المدرب هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء هذا. الله يا اخي مخرج بوفال ومخرج ديك ملاعبي الريوس، هذاك هو كل شيء. حشومه عيب عليهم وعار عليهم اصاحبي، دائما اخر لحظه كيعصبونا ماشي هيدا مره اصاحبي. الله يا توجور يا سيدي، دائما هيدا دائما دائما كنكونوا كنقولوا صافي وصلنا في الاخر كيفشلونا مره. الدعوه بهم من الله اخي، ما هذا ما منتخب ما والو، القجع باقي لاصق داك القجع، ما بغاش يخرجوه مره ملي كان شدي الله يرحمه بالروح، وهذا القجع باقي لاصق. والو زير شنو شي حل اصاحبي، شو معيب وعار عليكم اصاحبي، منتخب ما والو هذا. الله يا اخي دور يا اخي، يتحمل جميع المسؤوليات اخي. الله يا اخي بوفال ملاعبي خلاو الدراري محترفه بلاتي وعلى ابسط حوايج، علاش ما يعيطوش زياش؟ زياش ملاعبي زياش كيتر، تشيلسي كيتر ما عيطولوش حشومه اصاحبي، اللاعب كيتر ديك زياش لاعبين يلعبوا ستيتوين. الله تعالى عندك اخي، ما عمرنا نوصلوا هيدا ولا عمرنا نوصلوا، ما نشوفوا شي لقب. حسبي الله ونعم الوكيل هادشي اللي كان، ولكن ما صدقاتش يا اخي. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.